الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. وإن شاء الله في عجالة أتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأولياء وفي الكرامات. فلأهل السنة لهم معتقد يدينون الله سبحانه وتعالى به في كل شيء، فلهم عقيدة في الأولياء والكرامات لها مفهوم. الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أن له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله سبحانه وتعالى أثبت أن له أولياء، وكلمة الولي جاءت من الموالاة، فالإنسان يوالي الله عز وجل بالطاعة، فكل ما عبد الله صار قريبا منه. دي وكذلك في أولياء للشيطان، فالأولياء على قسمين: الشيطان وأولياء الرحمن. فالبوال الله بالمعصية وبالبدعة ده يكون من أولياء الشيطان، أما الذي يعبد الله على عقيدة صحيحة وعلى السنة يكون من أولياء شنو؟ الرحمن. والولاية لا شروط، ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي الإيمان والتقوى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: كل من كان لله تقيا كان لله وليا. يعني آمنت بالله واتقيت الله عز وجل فأنت من أوليائه، يعني عقيدتك صحيحة واتقيت الله عز وجل. التقوى بمعنى أن تجعل بينك وبين المعصية حاجزا، دي معنى التقوى، تجعل بينك وبين المعصية شنو؟ حاجز، وتكون مؤمن بالله عز وجل على عقيدة صحيحة. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية عن الولاية عامة، لأن الصوفية الآن أدخلوا خلل كبير في مفهوم الولاية. ربنا سبحانه وتعالى جاب الولاية دي عامة، جاب عامة، عرفت كيف؟ ربنا جاب عامة، جاب عامة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم شنو يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا قال أي ذول مسلم شير الشهادة، أي ذول آمن واتقى فهو ولي. الصوفية جعلوها خاصة بأقوامهم هم بس، ويشترط شروط، يقول لك ده جد الرسول وده ما أعرف إيه إلى آخر من ذلك، فجعلوها خاصة بناس معينين وببيوت معينة، آل المرغني، آل مين ما عارف، الأنصار مهدي، آل فلان، ديل سلالة أولياء، ما غير ذلك فهم ما إلا خدم لهم، عرفت كيف؟ ويربوك على الكلام ده، أستاذك يا فقير كن له ذليل حقير، وأتبع له كالصغير، وإياك من الكجار ومعامل شنو؟ التجار، تكون عبد للشيخ، عرفت كيف؟ يقول لك سلم لشيخك ثم شنو؟ ثم كن عبدا له، عادي كده، سلم لشيخك ثم كن شنو؟ عبدا له. ليه عبدا له؟ لأنه الشيخ ولي. فهم جعلوا ولاية خاصة وربنا جعلها عامة، أي ذول آمن واتقى الله فهو ولي، كويس؟ فنحن بنقول في أولياء، الصوفية بيجيب واحد في الجامع يقول لك قال أنكروا الأولياء، لا ما أنكرنا الأولياء، الأولياء فيه، في أولياء، لكن ناسك ديل ناس البرعي والكباش والمكاشفي ديل ما الأولياء، ديل أولياء للشيطان، لأن الناس ديل صنفوا مصنفات وكتبوا أشعار تنضح بالكبر والإلحاد بالله عز وجل. إذا كان بيجيك واحد زي البرعي بيقول لك قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، ده يكون ولي كيف؟ لله.
وربنا قال لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ولهم الذين امنوا وكانوا يتقون. فذول عنده اشكال في الايمان وفي العقيده لانه بيعتقد انه يسال غير الله عز وجل زي البرع وامثاله. والخطميه بيعتقدوا انه الشيخ يعلم الغيب مع الله عز وجل ودخل في العقيده. وما ممكن زي انه خالف العقيده يكون شنو؟ يكون من اولياء الله عز وجل اطلاقا ما ممكن. الامر الثاني الولايه في ظنيه وفي قطعيه. ولايه ظنيه ولايه قطعيه. الولايه القطعيه التي ثبتت بالكتاب وبالسنه. ثبتت شنو؟ بالكتاب والسنه. ربنا سبحانه وتعالى تردى عن اصحابه عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كلهم. ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة كلهم أولياء الله عز وجل تعيينا وقطعا أن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولياء لله عز وجل. كويس؟ ثاني بعد ذاك ما يجوز لإنسان أنه يقطع لأحد من الخلق بأنه من أولياء الله عز وجل. يقول فلان لا إله إلا الله الركاني ولي الله كاتب لك علم كبير لا إله إلا الله الدسوقي ولي الله. سؤال مطروح للدسوقي ولا بتاع الركاني ولا غيره، انت عرفت كيف انه الركاني والدسوقي من أولياء الله عز وجل؟ وربنا قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان في القلب والتقوى وين؟ والتقوى في القلب. انت خشيت في قلب عرفت ولي؟ عرفت كيف؟ فما تقبل دلوك بليد يا صوفي، فهمت الحاصل؟ ما تقبل بليد كتبوا لك ولي معناه ولي. عرفت الحاصل؟ ما في انسان بيقطع عليه بصلاح. كم من انسان كان على الصلاح، كان ظاهره الصلاح وكان ظاهره السنه، بعد ذاك انتكس. انتكس وانحرف من العلماء منه قديما وحديثا. قديما وحديثا. ناس كانوا قاعدين مع علماء كبار انحرفوا. زول عمل فرقة كاملة، فرقة المعتزلة، ده كان من تلاميذ الحسن البصري. الزول جاب الصوفية. واحد عبد الواحد بن زيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ده كان من تلاميذ الحسن البصري. جاب لك الفرقة دي. أو بدأ هو. عرفت كيف؟ حديثا كذلك. ناس كانوا على السنة وانحرفوا. بقوا من أهل البدع، بل بقوا من كبار أهل البدع. واحد اسمه يحيى الحجوري، واحد اسمه الحلبي إلى آخر من ذلك. عرفت الحاصل؟ دي مسألة مهمة. الشيء الثاني كثير من الناس ارتبط في ذهنهم مسائل معينة انه كل من ظهرت له خوارق عادات فهو من اولياء الله عز وجل. يقول لك امك الشيخ طلع موية. يا اخي طلع موية يطلع بترول؟ انا يقول طلع بترول عادين كده يا اخي، انا مالي ومالي يا اخي، اسوي ليش نعم؟ اسوي ليش شربات ليمون؟ طلع بترول، طلع مويه، طلع بنزين، نعمل ليش نعم؟ يقول لك هو ولي اراكم نتبرك. يا اخي انت مجنون ولا شنو هذول؟ عندهم فهم زي ده. فبيقوم يقول لك دي كرامات. المسلمين الله من رحم الله ما بيفرقوا بين الكرامات وما بيفرقوا بين الاحوال الشيطانيه، عشان كده العلماء قالوا الخوارق العادات ثلاث اقسام. الخارقة للعادة الأولى، خارقة للعادة تكون معجزة، ودي خاصة شنو؟ دي خاصة بالأنبياء والرسل، خارقة للعادة، ودي ثابتة في القرآن وفي السنة، موجودة الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام سمع تصبيح الحصى في أنامله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم مع البعير وتكلم مع وحن له الجزع وتكلم مع الشجرة ويتكلم مع الضب، ضب عادل يتكلم معه. جاء عربي شايل له ضب ما زي حقنا، الضب بتاع الخلا ذاك براو. شال الضب رماه في الوطن. العربي قال له انا ما بسلم اسلم الا الضب ده يؤمن بك. قال له سالوا قال له اشهر انك انت رسول الله. العربي امن طوالي، شوف تسال شغال كيف؟ انا هذا اتجاههم واحد. قال له الضب ده يتكلم انا بؤمن طوالي. دي معجزات. كويس معك؟ لكن ناس الصوفي بليد. لو جبت له القران ده كله ما بيقتنع الا ابو الشيخ. ابو الشيخ طار يقول لك ومن كراماتي كان جالس،
بعد شويه الشيخ قال جات حاجه وقع من فوق رب وقعت. قال الشيخ اطارت والشيخ طار وراه فر فر. وجماعة قاعدين الدراويش كويس معك بتاعنا الفتى قاعدين ناس كسر مبلد كسر مبلد شفتها قاعد انت كويس. قال طارت وهو طار فوق تاني يا راجع اجماعة سالوه يا اسكت ساكت اسكت ازر عرفت كيف؟ سالوه يا شيخ يا ابو يا شيخ قال لي هذا بليد فهمت كيف؟ وبيعترض على كلامنا بليد برضو هرايك شنو؟ عرفت الحاصل؟ قال ذول فات فوق الجماعة قال لا يا شيخ الحاصل شنو؟ مش المفروض الناس اللي تخرجوا يا اخي لا سمعنا الرسول قالوا يا اخي النبي عليه الصلاة والسلام لما فات للسماوات العلى فات ببراق ومعه جبريل عليه السلام ده فر تركي طوالي كويس والله الذي لا غيره. الصوفيين عندهم كرامات لا تعرف فيلم هندي تعرف فيلم كرتون تحتار ذاته انت كيف؟ تعرف فوق قال لها الشيخ الحاضر شنو؟ قال لهم هذا ملك وقعت منه هفوه. قال لهم ملك غلط يا ذول في ملك بيغلط؟ ربنا قال لا يعصون الله ما امره وشنو؟ ويفعلون ما يامروا. ما في ملك بيغلط يا بليد ما في انا ما قلت لك اصوي بليد ما قلت لك ساكت لانه في حيران قاعدين جوا صدقوا الكلام ده بليد انا ما بليد بليد يا صوفي تاني صوفي قاعد يحلق للشيخ صوفي بيحلق للشيخ قاعد جاء طيارة طيارة بقوة الباب قاعد سكسكت للشيخ والشيخ سكسك لها قاعد لا سيك سيك الشيخ قال لا سيك سيك الحوار قاعد يحلق لسه كويس فات الحوار سأل الشيخ أبو الشيخ الطيارة دي إن قلت لها وإن قالت لك كان بتبغار الضيف الله قلت لها شنو قالت لك شنو قال هذا رجل وامرأة وفقت بينهما والحوار لا قاعد يحلق بليد ولا ما بليد بليد فهمت الحاصل؟ يا ذا اللي حلق بتاع شنو؟ يا كرامة ثالثة كويس؟ منافية لما جاء في القرآن اللي هو الطغوة والإيمان زي ما ذكرنا. قال شيخ نظر في اللوح المحفوظ كويس معاك؟ شيخ نظر في اللوح المحفوظ إنه قال حيزني بفلان بنت فلان في يوم كده في يوم مستقبل قدام ما وقع. قال قبل ما اليوم يقع الشيخ ماشى مسك البيت وزنبيها. دي كرامات بيكتبوها في كتبهم كتاب اسمه طبقات الضيف الله الكتاب ده الان بيدرسوه في جامعه الخرطوم كليه الاداب كويس كويس معاك كتاب عاملين فيه رساله بتاع الدكتوراه كتاب ده قاعد امشي درس سنه للكتب الحوار قاعد لسه الحوار البليد قاعد عاين فيه قال لا بعد ثلاثة يوم الشيخ مفتكر ان الحوار ده يتخارج شوف له شغله يقضاه قال لك قاعد لسه قال لا هذول التراسي قاعد ده معنى كلامه لا لسه قاعد قال له قال له انا قال انت ما شفت لما انفسخت بالمره هذيك هو الشيخ ذاته عارف الكلام ده غلط قال له انا طبيعتك انت ذول عالم بالطريق وما بتعمل حاجه غلط وانت بتكون دي شنو قال له فعلا لما قام عرفوا انه درويش وذول بليد زي ما قلت لك ها قام قال له شنو؟ قال له انا اصلا نظرت في اللوح المحفوظ وعمل لك كرامه طوالي انه حيزني في اليوم الفلاني واصل يعني حيزني يعني هو مكتوب عليه حيزني وشافوا اسم اللوح المحفوظ واسم اللوح شنو؟ المحفوظ يكون شافه كيف يعني والصوفي صدق كويس معاك سجل ما تكون صوفي دي مشكله كبيره خلاصه الكلام عشان في متحدثين من بعدي قلت لك الخوارق العادات دي مقسومه لثلاثه الاولى الانبياء وهي شنو دي المعجزات الثانيه تكون للاولياء وهي الكرامات كويس معاك والكرامه ضابطه شنو ما هو ضابط الكرامه وده الان عامل خلل للناس ما قادر يفرز بين الاحوال الشيطانيه وبين الكرامات الربانية. الكرامة دي حاجة بيجريها الله عز وجل على العبد. يقول لك الكرامة ثابتة تنكر الكرامات، لا ما انكرنا الكرامات، نحن بننكر الخوارق للعادات والاحوال الشيطانية. يقول لك الشيخ مشى في البير بقصبة وابوه الشيخ والله قال اخر الزمان الكلام بالخيوط والمشي بالبيوت. يعني بيعلم الغيب يعني، عندنا واحد اسمه كاهن، كاهن اسمه منو ما عارف. تكتوك ولا مين تكتوك ده؟ تكتوك ولا ركشة؟ انت الحاصل؟ قال ده قال ناس قال اخر الزمان يعني بيعلم الغيب سؤال لك انت بيعلم الغيب عرف كيف يقول لك لا يا زول ما كان ما بدا بيعلم الغيب يقول لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا ساري الجبل يا ساري صحابي اسمه ساري يا ساري الجبل في المنبر خطبه الجمعه فوق ساري سمع الكلام واحتوى بالجبل كويس معك لما نزل انت قال الصحابه ده درويش لما نزل طوالي سالوه قال يا عمر أوحي بعد رسول الله الحاضر شنو انت ساري الجبل وكذا
في وحي ولا الحاضر شنو. لكن الصوفي يشوف شيخه بيزني ما يساله، شيخه يتلب يا مليحة ما بيساله، يشرب مريسة يقول له دي بيبسي كولا ما يساله يا مليحة كويس. قال له وحي بعد رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لهم بل كلمة أجرى الله شنو، بل كلمة أجرى الله على شنو، على لساني. يعني ما حاجة عملها من عندي نفسه كده، لكن ده لا، عندهم الشيخ متى ما أراد أن يفعل الكرامة يفعلها. عسى يمشي جوا في 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 النت ويتابع الكباش اللي بسموه شنك، يجيبوا لك قاعد عندهم قال سر العقرب، يجيبوا لك بقرب مش في العقارب كرامات. يا زلمة أنت مجنون، ده شغل بتاع سحر، ده شغل بتاع شنو؟ بتاع سحر، ده ما كرامات. دول ياكل لها عقارب ويشيل لها دبيب، يقول لك ده شمسون الجبار، جابوا ده في المدرسة، شمسون الجبار ماسك دبيب وما عمل له حاجة. ده شغل بتاع سحر كله. عرفت الحاصل؟ يقول لك ما عارف شال الحمار بخشمه، وما عارف شنو ركب في السكاكين وما عملت له حاجة. ده شغل بتاع سحر كله يا زول، أنت مجنون ولا شنو؟ ما يفرق الناس زي بين الكرامات وبين شنو؟ بين الأحوال بين الأحوال شنو؟ الشيطانية. أنت الحاضر؟ دي مسألة آخر حاجة أختم لك بها. الناس زي بعد الكلام ده كله بعد ما فهموا الأمة أنهم أولياء، يقول لك أنا سارات الأولياء. بعد ما فهموا الناس بالباب ده، الباب بتاع الأولياء والكرامات ده، قدروا سكتوا بيه الناس زي كله. يقول لك ما تعترض فتنطرد، دولي ما تتكلم. بعد شوية طلع لك في العقائد الفاسدة. أبويا الشيخ البرعي بيعلم الغيب. يعني ما بيعلم الغيب كيف؟ يقول لك دولي عندك شك. هاي عندي شك وستين ألف شك في البرعي بتاعك ده. ما واحد من اثنين. يا صدق البرعي يا صدق القرآن الكريم. يقول لك ده قال دي كرامات. البرعي بيقول لك منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب شنو؟ باطن وظاهر. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض شنو؟ الغيب إلا الله. وما يشعرون يوم يبعثون. ربنا قال ما في بيعلم الغيب. قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت شنو من الخير وما مسني سوء. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب فين بقى ولو شنو؟ من هم دونه؟ يقول ليه قال ده ولي؟ قال ما في ولي بيعلم غيب ولا رسول. تقول له ده ولي بيعلم الغيب، يقول لك ده ولي. الشيخ بيد الجنه، بيد الجنه ليه؟ لانه ولي. كباشي كم ادى ولد في كل بلد، كم حل عقد شنو؟ كباشي دقوا مقلب في الأمة الإسلامية كلها باعتبار أنهم هم أولياء، وما هم إلا أولياء للشيطان. والتصوف ما عنده علاقة لا بكتاب وسنة. التصوف كله سحر ودجل وشعوذة وزندقة إلحاد، كله حجبات وكلام فارغ. ما في حاجة في الإسلام اسمها صوفية إطلاقا، ولا حد أي زول في العالم يجيب لها حاجة اسمها صوفية في الدين. ما في كلام زي ده. وأنا أكتفي بغاد الغدر، أفتح فرصة لأخونا محدين ذلك، وصل اللهم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.